مساء الخير عن جديد، وصلنا لحكي ميديا بالقسم الثاني. مساء الخير آلاء، وبالقسم الثاني. بسرعة القسم. مساء النور مرة ثانية أيهم وروان بالقسم الثاني مشان ينبسط أيهم. يسعد أوقاتكم مشاهدينا، رح نبلش بالمواضيع لأنه اليوم في عنا مواضيع كتار بالجزء الثاني. أكثر من 200 مليون شخص عم يلعبوا لعبة بوبجي حول العالم. هلا إذا حاولنا نعرف سبب هذا الإدمان على ألعاب الفيديو، فالجواب كان حسب خبراء تصميم هاي الألعاب يلي قسموا التسلية الموجودة بشكل عام إلى 4 أنواع، وقالوا إنه في التسلية الشاقة يلي هي بتمنحك التحدي الممزوج بوعد الوصول لإجابة في النهاية. النوع الثاني هي التسلية السلسة التي تضفي البهجة المطلقة وهي نابعة من تجربة اللعبة في حد ذاتها. التسلية الجادة هي النوع الثالث يلي تبعث الحياة في المهام المملة. وأخيراً التسلية الجماعية يلي منحققها من خلال قضاء وقت مسلي مع أصدقائنا. هلأ بالوقت يلي الحياة الواقعية ما بتمنحنا إلا نوعين فقط كأقصى حد من أنواع التسلية، فمصممي ألعاب الفيديو يعني اشتغلوا بدقة فظيعة لحتى يعني أي حدا عم يلعب لعبة فيديو، خاصة لعبة بوبجي، يتمتع بأنواع التسلية الأربعة مجموعة كلها طبعا بذات الوقت. هذا الشيء بيخلي في إدمان، مثل ما بنعرف إحنا من أدمان على الشيء يلي بيحقق لنا اللذة ومن بعد عن الشيء اللي بيسبب لنا الألم. فوقت تعطي لدماغ هالأنواع التسلية اللي هي ما لو متعود عليها ياخدها أربعة بنفس الوقت، فبأدمان الشخص. مدمني لعبة بوبجي بسوريا أو بالمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام اتفاجئوا امبارح بحظر اللعبة، خاصة بعد فشل كثيرين منهم في الولوج إلى اللعبة اللي كانوا مدمنين عليها. حتى الآن ما في تأكيدات أنه تم حظر اللعبة بشكل رسمي من قبل النظام. البعض عم يقول أنه ممكن يكون في مشاكل بالمخدمات يلي بتشتغل عليها اللعبة بسبب الضغط العالي والإقبال الشديد. كيف تلقى هدول المدمنين أو اللعيبة خلينا نقول؟ بس غريب يعني من مصلحة النظام أنه يلهي الشعب بأي شيء، يعني ما بعرف ليش حظر أساساً. يفترض، بس قدي أصلاً هلأ رح نقرأ التعليقات روان لحتى نشوف قدي هالنظام فعلاً قادر أنه يحظر لعبة، ولا قدرة التحدي الموجودة عند الشعب السوري أقوى بكتير. يلا نشوف. خلونا نشوف التعليقات. محمد عم يقول في طريقة لتشغيل اللعبة، ما في شيء صعب على السوري، بس السؤال ممكن سبب مقنع لحظر اللعبة، ليش ولا دولة بالعالم حظرتها غير عنا؟ نحن غير كل العالم. خوفاً عليكم. يمكن شيء كان موصول بالشيء اللي حكيته، الموضوع اللي كنا عم نحكيه طبعاً. كمان ناخذ تعليق اخر. ايمن عم يقول في كاسر بروكسي نزلوه من متجر بلاي وشغلوه بيمشي الحال تماما، يعني ما في شيء بيصعب. هلا كنا عم نحكي الا يعني بدهم يحظروا مثلا مكالمات واتساب، الوسائل التواصل الاجتماعي، بابجي، يعني كثير سهل الواحد ينزل تطبيق ويشغل هدول كلهم، يعني اصلا نحن بوقت صعب تمنعي في شيء او تحظري في شيء. تماما تماما، يعني مجرد انك عم تضوع وقت الشخص يعني هو رح يستهلك وقت اطول، ولكن بالنهايه رح يقدر يوصل للي بده اياه. وايضا بناخذ تعليق ثالث. وسيم عم يقول شغاله بس غيروا الاي بي تبع الراوتر بترجع بتشتغل بلا كاسر بروكسي وبلا شيء. وسيم كمان لقى حل اسهل يعني اختصر القصص. فإذا يمكن بكرة أو بعده تتبين معنا الأمور أكثر مشاهدينا، أو ممكن نعرف شو عم يصير من خلال الشباب يلي موجودين بسوريا ويلي عم يلعبوا على بوبجي. ونشوف التعليق الأخير من قيصر عم يقول يلي بده يفتح اللعبة يحاكيني. يلا يحاكوا، فتح خط. يلا شباب فتح خط مباشر. جمع اللعبة. يعني إنه اللي بيأدمن مثلا خلينا نقول على الدخان بيعطوه انه شوي شوي يدخن سيجارتين باليوم، بعدين سيجاره، بعدين تدريج. في عالم ادمنه فعلا على اللعبه وبتفيق من الصبح لتلعب عليها، هيك بيقطعوها، يعني شيء كثير خطر. اخي عم بيقول لي المنتج اخي طيب اخوك مدمن عليها عشان اخوه ايهم يا جماعه. مثل ما حكينا ايهم يعني في يعني اربع انواع من اللذه عم يتقدم للدماغ البشري بشكل بآن واحد، ونحن بالحياه الواقعيه ما
بناخذ الاربع انواع مع بعض، يعني معقول تاخذ تسليه سلسه وتسليه جاده بنفس الوقت يعني؟ صحيح. يا هي يا هي، نحن مو مجربينها، يمكن نحن الثلاثه ما فينا نحكم عليها ابدا، نحن عم نشوف بس اللي حوالينا. هيك عملت سيرتش، عملت بحث لحتى اشوف يعني ليه هالادمان عليها. لعبة حرب وبيجمعوا أسلحة، وكل ما تجمع أسلحة وهيك أنا مالي مراقب هدول يعني الألعاب. عن جد بكفينا اللي فينا، أنا بستغرب أنه لسه عندهم القدرة أنه حتى بالألعاب أنه يوصلوا لهون. هو يمكن أو يشوفوا دماء الأصدقاء أو يكون فيه لعب مع الأصدقاء الصحيح. يعني في شباب هون رفقاتنا مدمنين على ترنيب على الموبايل كل الوقت هاي طقيناهم برغي على الهواء. بلا ما نفضح. أكبر معمرة في العالم، شو سر عمرها الطويل؟ رح نشوف بفيديو من إعداد صفحة الواضح. Es un mensaje de vida que tenemos como en nuestro municipio. Y por otra parte, siendo la mujer más longeva, para nosotros es un motivo de orgullo. يعني مو إن لم تتزوج، أعتقد هي روحها الحلوة. بعتقد نفس الشيء، يعني حب الحياة والروح الحلوة، وشفنا إنه ما شاء الله بهالعمر ولسه مصرة على الاستمتاع بالحياة وعلى السعادة. وما بدها تتزوج. وما بدها تتزوج للرجال على فكرة. بدي أتقدم لها على الهواء. يعني ختام التقرير ضربة للرجال. راحت عليك. الله يعطيها طولة العمر. آمين. خلونا نقرا التعليقات. أحمد عم يقول لا يعتمد سن الأنثى على عدد السنوات، فهي قد تستعيد شبابها بقبلة أو قد تبلغ سن اليأس بتجاهل. طبعا صح. أنا حطيت الحقيقة بالتعليقات وجهات نظر يعني متفاوتة. فاطمة عم تقول الزوج والولاد بيجيبوا النكد والهم والغم، هيك عم تقول فاطمة. كمان انبسط أيها. وحميد عم يقول ولكن عند موتها سينقطع اسمها ونسلها ولن يبقى منها أي شيء. كمان هي وجهة نظر. كمان وجهة نظر. فإذا وجهات نظر متباينة وفينا نقول كلهم صح. بس كل واحد بيبقى له فلسفته بالحياة وكيف بيلاقي حاله مبسوط. صحيح. موضوعنا الأخير مشاهدينا عن الكلبة السورية باري اللي صارت مشهورة بكل العالم. شو قصتها وليش صارت مشهورة؟ حنشوف بفيديو من إعداد صفحة أنا العربي. This is kind of where he's been living, and he was sat here just a second ago, but he's just gone and hid. Oh, Barry, it's really cold. كبرت. كبرت. هو صعب آخر جملة على فكرة، إنه كان خايف إنه ما تعرفه وما يعرفه. بس غالبا الحيوانات خاصة الكلاب عندهم يعني هي الذاكرة اللي بترتبط بالشخص، خاصة إذا أنقذهم. والكلاب بصورة خاصة يمكن القط وحتى من الريحة شوي. بس الكلاب بصورة خاصة فعلا عندهم وفاء يعني كثير كبير.
وقد ايه حلوه القصه، قد ايش مؤثره، يعني شفت كيف انقذها وكيف عن جد كثير حلوه. طالعته من جو كان كثير صعب. على فكره يعني يمكن شغله بتغيب عن بالنا وهذا الشيء كثير طبيعي وكثير مفسر بسبب يعني حجم المأساة يلي نحن عايشينها وحجم يعني قد ايه الوجع كبير وقد ايه الضحايا كثار، ولكن بقلب كل هاي المأساة لازم كمان ننتبه انه مع الاسف الحرب دمرت يعني مو بس الانسان، حتى النباتات وحتى الحيوانات. صحيح. تأثروا في كثير حيوانات يعني بعد ما العالم اضطرت انها تنزح او تهاجر من مكان الى اخر هي كانت موجوده تركت بالبيت مكانة. صاروا حيوانات مشرده وفي كثير منهم تأذوا. يمكن الوقت غير مناسب لحتى نضوي على هاي النقطة، ولكن يعني ما لازم تغيب عن بالنا انه هدول كمان ارواح وهدول بحاجة كمان لاهتمام ورعاية. طبعا مثل ما ذكرنا سابقا الانسانية ما بتتجزأ. صحيح. ايهم ايهم وروان كمان مشاهدينا بدي اتمنى لكم ليلة سعيدة، رح ارجع التقى بكرة فيكم وضلوا بألف خير. إلى اللقاء. شكرا لك. فاصل ورجعين.